بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم آمين. أهم وأبرز تفسيرات ودلالات وتأويل رؤيا البطيخ في المنام، أهم وأبرز تفسيرات رؤيا البطيخ في منام الرجل. فإذا رأى الرجل في منامه البطيخ فإن التفسير ودلالة تلك الرؤيا إن هذا الرجل قد اقترب موعد زواجه، أو إنه سوف يتزوج في القريب العاجل في حالة إذا كان هذا الرجل أعزب، والله أعلى وأعلم. وفي حالة إذا ما رأى الرجل في منامه إنه يقوم بشراء البطيخ وكان بالفعل متزوج، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية في ذاك الوقت يكون من التفسيرات المحمودة، لأن بقى إشارة ودلالة إن هذا الرجل سوف يكون لديه كثير من الأموال، أو إن سوف يأتيه الكثير من الرزق، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الرجل في منامه إنه يقوم ببيع البطيخ أو إنه يعمل كبائع بطيخ، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية في ذاك الوقت تشير إن هذا الرجل صاحب المنام، لديه الرغبة في الزواج، وغالبا ما يقوم بالتخطيط إليه، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الرجل في منامه إنه تاجر بطيخ أو إنه يبيع البطيخ لصالح نفسه، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية في ذاك الوقت يكون من التفسيرات المحمودة، لأن بها إشارة ودلالة على الخير الكثير الذي سوف يتمتع به الرائي صاحب المنام، وكذلك المال الكثير الذي سوف يكسبه، وأيضا قدرة الرائي على تحقيق أحلامه وطموحه، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأى الرجل في منامه إنه يقوم بتقطيع البطيخ، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية حين ذاك يشير إن هذا الرجل بيحاول التقرب من شخص ما، وهذا الشخص سوف يستفيد منه الرجل صاحب المنام، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم تفسيرات وتأويل رؤيا البطيخ في منام الرجل والشاب الأعزب.